بس هي كانت ساعتها ايه متجوزه اتجوزت فكان معايا 3 شباب. اوكي انا ستيل لغايه النهارده ما ينفعش انزل من بيتي لو عندي شغل ايه لو حبيت 3 ايام في البيت بره الا لما تعملهم لك البيت على مش ناقصه حاجه اكل وشرب اكل وكل وحاجتهم مغسوله كل حاجه ما اعرفش اقفل باب بيتي كده لو في حاجه ناقصه. هي بتشتغل ممثله فاهمه موظفه في المهن التمثيليه بس هي ام بالدرجه الاولى ام بالدرجه الاولى ده يبقى حلو قوي ليكوا يعني طبعا. انا اي تقصير تجاههم ما بنامش. طب امال امتى اديتي ايه في دور ان هي تاخد بالها من ولاد من لما كنت بشتغل قبل ما اجيب عمر وبعد ما جبت عمر هي اللي مربيه تقريبا عمر ويوسف. كنت بتعملي ايه ساعتها؟ كنت بنزل اشتغل واسيب ايه معايا. كانت لسه ما سابتش ما كانتش لسه سابتها بالظبط. قبل الانقطاع ده هي ايه تقريبا اللي قعدت معايا فترات اكبر بكتير. ده عمل لك مشكله؟ انت كنت مؤهله ان انت تبقى ام في سن صغيره؟ انا كنت صغيره وكنت بقعد بعمر وكانت كنت برضعه وغير له كان عنده 3 سنين كانت بتعمل كل حاجه. بس سؤال سهير كنت مؤهله ده؟ اعتقد يعني معرفش اكتسبت اتعلمت اكتسبته طبعا ما كنتش مؤهله. انا عايز اقول لك كانت اتعلمت يعني انا اصل هو اول اخ فهو كان يعني انا كان عندي عاطفه امومه جامده. انت عارفه انا لما احتضنته انا لما كمان جبت يوسف وادهم كان في حاجات انا ما بعرفش اسيطر عليهم. ايه اللي كانت بتسيطر؟ جيش جوه البيت. انا عايزاهم يعملوا ايه؟ عايزاهم بعد ما ياكلوا يغسلوا الاطباق خلاص. وايه تاني؟ يغيروا هدومهم يعلقوها. حاضر برافو يا عيني. انا ما كانوش يسمعوا لي. هي ماما مش صارمه مش صارمه. ماما عامله كده ملبن معاهم بالذات مع الولاد بالذات. انت بقى كنت بتملي الدور. انا عايزه اسال ايه اللي انا البوتاجاز في البيت ايه اللي يخليهم يا ايه يسمعوا كلامك؟ كنت بتعملي فيهم ايه؟ ما بعملش حاجه والله بس انا يعني لا قولي ما بتعملش والله ما الملايكه هم يقولوا بقى عمر شخصيتها شخصيتي قويه صرامه مش بعنف بس بصرامه وبتبين لنا الحاجه اللي يعني كانت بتقعد تكلمنا لا وماما وتعبانه بصرامه كان الموضوع ده. ومع الولاد بيختلف طبعا يعني احنا محتاجين شويه ايه اظبط ولا واحد فيكم قال لا يا عم روح ما انت هتعيشي في دور ماما انت بالكتير اختنا الكبيره. ما حصلش ولا مره. لا لا, لا انا ما عنديش الكلام ده خالص. انا عندي الصغير يحترم اللي اكبر منه واللي اكبر منه. انا ما عنديش احنا كلنا بنحترم بعض احنا ما بنحترمش الصغير بس الصغير ده ممشينا كلنا والله. ما اقصدش انا بس عايزه اقول لمفيده ان انا ما عنديش انا ما عنديش في البيت ده. اوكي كلنا بنحترم بعض وهم وهي كلمتها مهمه طبعًا. جدا مسموعه طبعا طبعا بعمل لهم حساب وانا بعمل لهم حساب والله جدا جدا جدا. بتعمل لهم حساب في ايه؟ بعمل لهم حساب في كل حاجه يعني لو حد فيهم جه قال لي ايه الصوره دي مش تتمسح فورا مش هتناقش اصلا ما بتناقشيش لا, يعني. لا, لا, لا لا طب لا. كويس اللي هو انت ربيتي الحب والاحترام الحمد لله. لما بتبقي معاهم بقى على السوشيال ميديا بتعملي الفيديوهات دي فرق معاكي في الشغل؟ اكيد فرق معاكي نفسيا كلبنى الام والانسانه لكن في الشغل فرق معاكي؟ لسه مش عارفه بقى ما يجي الشغل. انا عايزه اقول لك انا بجد نفسي اخرج بره. انا مبسوطه جدا بكل الادوار اللي انا عملتها وسعيده بيها جدا وبشكر ربنا على رزقه بس انا نفسي بجد يعني ابطل اقدم اقدم حاجه جديده يعني 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 لازم الفنان علشان يفضل يبدع ويقدم جديد يبقى يجرب طب انا عايزك سؤال حاجه ثانيه.